صعيد الفني بتجهزي لحاجة جديدة؟ والله يا عم بقرا بين مصر وسوريا ولبنان، لنشوف وين بتلسى السفينة، إن شاء الله خير يا رب. يعني معاكي ثلاث أعمال، مصري وسوري ولبناني؟ لنشوف إن شاء الله خير يا رب. في حاجة دراما سينما؟ سينما للأسف لسه، بس بتمنى جدا أني أعمل سينما، عشقي. إيه الدور اللي نفسك تعمليه سينما؟ لا أدوار كثيرة جدا. دور إيه؟ لا أدوار كثير طبعا، أدوار كثيرة. لا ما في شيء معين، بس بحب أني أقرب للشارع أكثر، بحب أني أقرب للناس، بحب أني غير توبي دائما من شخصية لشخصية، وخاصة أنه ما عندي، أنا إلى الآن ما عندي شخصية بشبه الشخصية الثانية، دائما متنوعة متغيرة. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. فبحب دائما نوع بأعمالي، بحب دائما أفاجئ الناس، أعمل شيء ما شافوني فيه من قبل، ولسه في كتير. حتى لو شر؟ آه طبعا. أنا شر خير على اللي انت عايزاه، كبيرة صغيرة اللي انت عايزاه.